اهلا بكم. النهارده لقاء مهم، الحلقه دي مهمه جدا جدا، يعني حلقه متفرده مش متكرره، مش هتسمعوها في اي حته. الامراض الروماتيزميه، الحقيقه الامراض دي مهمه ومنتشره ومزعجه، وفنيه العلاج وصعبه والتخصص فيها مش سهل، وفي نفس الوقت منتشره والحديث والثقافه عنها قليله قليله جدا. ولازم تفهموا انه كلمه روما يعني بين روماتيزم، يعني امراض متعلقه بالمفاصل المتالمه. روماتيزم هي روما كلها على بعضها كده، يعني معناها روماتيزم معناها مفاصل هناك فيها شكوى الالم. طب هي الروماتويد ايه هو؟ ده سؤال مهم جدا. هذا الروماتويد المزعج والذئبه الحمراء المزعجه، وفي امراض ثانيه زي مرض اسمه الانكلوزنج سبندولايتس، ومحدش يقول لي اسمه بالعربي، ايه بسال بقى ضيفاتي الاسامي دي بالعربي، ولا الاسكلوديرما، ولا الامراض المناعيه الثانيه زي البهست وامراض بقى الالتهابات الشجرين. ده قصه وموال، كل واحد منهم وراه قصه وموال. الغريب بقى انه دايما واحنا بنتكلم على الامراض الروماتيزميه نقول كلمه انهم كلهم قريبين في الشكل من بعض، بس كل واحد فيهم له حته بتاعته، تاثير كده، حاجه يقول انا فيها الزعيم، بس كلهم بيأثروا على حاجات كتير. وليه؟ هنفهم. ايه علاقتهم بالوراثه؟ هنفهم. ايه حكايه مناعه دي؟ مناعه ذاتيه؟ هنفهم. الكلام ده هنفهمه من ضيفتي العزيزه النهارده، اكيد هتمتعني بحوار مختلف، وزي ما قلت لكم حوار مهم جدا جدا مع الضيفه العزيزه الاستاذ دكتوره شيماء احمد عويله، استشاري الروماتيزم وصاحبه الدكتوراه في الامراض الروماتيزميه والمناعيه والمناعه الاكلينيكيه من كليه طب قصر عيني جامعه القاهره، عضو جمعيه الروماتيزم الامريكيه، عضو الجمعيه الاوروبيه لامراض المفاصل والروماتيزم. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا دكتوره، منوره الناس الحلوه. انا سعيد جدا بزيارتك، وسعيد جدا النهارده ان انت نورتيني، والحوار مثير. الامراض بتاعتكم دي مثيره. اول ما تقابلنا النهارده قلت لك انت ليه المجال ده استهواكي. الامراض ايه هي الامراض الروماتيزميه؟ الامراض الروماتيزميه هي عباره عن مشاكل بتحصل في المفاصل. طيب الجسم فيه حوالي 360 مفصل، والمفاصل دي مسؤوله عن الحركه والليونه والانسيابيه بتاعه الجسم. المفاصل موجوده في اماكن كتير جدا، موجودة في العمود الفقري، موجودة في الإيد، موجودة في القدم، ده غير مفصل الركبة، مفصل الفخذ، الكتف، الكوع، كمان الفك. طيب المفاصل دي معرضة لاضطراب من المجهود الزايد، يعني لو حد بيقف كتير، بيشيل حاجات تقيلة، أكيد مثلا ممكن على آخر اليوم بيجي يلاقي ألام، ألام أسفل الظهر، قاعد على مكتب فترة طويلة، ألام في الرقبة، حد بيروح جيم عمل حركة غلط، حس بألم في مفصل معين. فدي بنقول عليها التهابات روماتيزمية ميكانيكية، يعني ناتجة عن اضطراب في حركة المفصل نتيجة حركة غلط المريض عملها. لكن الأخطر والأهم اللي حضرتك قلته في البداية، اللي هي بنسميها الأمراض الروماتيزمية المناعية، اللي هي هنا بيكون فيها اضطراب المفاصل ناتج عن خلل أو اضطراب في جهاز المناعة، ودي بنقول عليها أمراض المناعة الذاتية، لأن فيها جهاز المناعة اللي ربنا أوجده جوه الجسم عشان يهاجم أي بكتيريا أو ميكروب أو فيروس داخل الجسم حصل فيه اضطراب، فبدأ يهاجم الذات، يهاجم أنسجة الجسم المختلفة اعتقادا منه أنها جسم الغريب، ومن هنا حصل الاضطراب، ومن هنا نتجت الأمراض الروماتيزمية المناعية بأشكالها المختلفة. إيه بقى الأشكال المختلفة؟ الأشكال المختلفة كلهم بيبقى ليهم نفس البرزنتيشن، تمام، اللي هو آلام المفاصل هي روماتيزمية، لكن كل واحد بيبقى ليه صفة مميزة. طيب هم ناتجين عن خلل في جهاز المناعة، وده شكل جهاز المناعة زي ما احنا شايفين، جهاز المناعة مش موجود في مكان معين في الجسم، جهاز المناعة عبارة عن أنسجة، عن أجهزة، عن خلايا، عن مواد بتعمل إشارات بين الخلايا بنسميها السيتوكاينز، وعن أجسام مضادة. حصل الاضطراب، والاضطراب ده في معظم الحالات بيكون جيني موروث، ففي كل مرض بيعبر غير الآلام المفصلية اللي هي روماتيزمية بشكل معين للمرض ده. أول مرض هنتكلم عنه طبعا اللي هو أشهر أمراض المناعة الذاتية، اللي هو مرض الروماتويد المفصلي. فالمريض بيجي يشتكي من آلام في مفاصل الإيد الصغرى والرزغين،
والألم ده بيبقى مصاحب معاه تيبس صباحي لفترة أكتر من نص ساعة. طيب بيبقى فيه صفة التماثل وبتاخد العقل الصغيرة بتاعت الإيد والرزغين، دي أشهر حاجة مميزة لمرض الروماتويد. ما معنى كلمة التماثل؟ التماثل يعني لو أخذ مفصل لازم ياخد أخوه الناحية التانية، دي حاجة مميزة جدا للروماتويد، لأن في أمراض تانية بيبقى فيها asymmetrical shape فما بياخدش صفة التماثل في المفاصل الصغيرة، اللي هو تاني مرض اللي هنقول عنه ده شكل الروماتويد المفصلي، ده شكل العقل اللي بيأثر عليها في الأصابع الأرثرايتس اللي هو الالتهاب مع التورم، وبيبقى فيها التابس الصباحي والتماثل واضح من السهم إن هو أخذ نفس المفصل على الإيد اليمين والشمال. تاني مفصل بقى واللي لو حصل تاني مرض انا اسفه اللي لو حصل فيه التهاب في مفاصل ايد بيكون الصفه بيكون غير متماثل، يعني مش لازم ياخد اخو المفصل الناحيه الثانيه، اللي هو مرض الصدفيه المفصل ايه. احنا لو قلنا صدفيه طبعا كل الناس هيتخيلوا ان هو مرض جلدي فقط، لكن في دراسات كتير قالت واحدث الدراسات اثبتت ان 70% من الحالات ممكن تقعد من 8 ل 10 سنين بشكل صدفي مميز اللي هو التهاب الصدفي الجلدي، بعد ال 10 سنين يبدا العيان يشتكي من الام المفاصل اللي هي برضو الام، ده شكل مفصل صدفي في القدم، بيبقى اخد شكل السوسج شيب اللي هو شكل السوسيس، ده بيبقى شكل مميز جدا لمرض الصدفيه المفصليه. بعد ال 8 ل 10 سنين من المرض الجلدي بيبدا يحصل التهاب الصدفي في المفاصل، وده بيحصل في اماكن متعدده، ممكن يحصل في قارات الرقبه، ممكن يحصل في المفصل العجزي الحركوفي اسفل الظهر في مفاصل الايد ومفاصل الرجل. طيب وده بيبقى عند سن من 30 ل 50 سنه. طيب احنا قلنا ده بيحصل 70% الجلد بيسبق المفاصل، ال 30% اللي باقيين قالوا ممكن المفاصل تبدا او شكل الضوافر يتغير يبقى مفصل صدفي او ضوافر الصدفيه والجلد يبداوا مع بعض في نفس الوقت، ودول بيبقى سنهم كبير شويه فوق ال 50 سنه وساعات في الاطفال. الصوره دي بتوضح شكل التهاب المفصل العجزي الحركوفي اللي هو متلون بالاحمر. المفصل العجزي الحركوفي ده صوره شهيره جدا بتحصل في مرض الصدفيه المفصليه ومرض الانكلوزنج اللي هو ترجمته بالعربي الالتهاب الفقاري اللاصق. تمام طيب عرفنا الترجمه، انا عارفه فقاري لاصق لكن هترجمه الانكلوزنج سبوندلايتس اللي هو بالعربي اسمه التهاب الفقاري اللاصق، او ساعات بنقول تيبس الفقرات المناعيه. تيبس اسهل. صوره التهاب المفصل العجزي الحركوفي على الناحيتين دي بتبقى شهيره جدا مع مرض الانكلوزنج. في الصدفيه بتحصل بس دي الساكرولياتيز بتحصل على الناحيتين في الانكلوزنج، ودي بتبقى حاجه مميزه جدا لمرض الانكلوزنج. كذلك لما بيحصل كمان حالات الانفلاماتوري باول اللي هي الالسريتيف كولايتيز والكرونز ديزيز، لما بيحصل معاهم التهاب روماتيزمي في الساكرويليك جوينت برضو بيبقى بايلاترال. لكن ده بيفرقهم عن الصدفيه المفصليه ان لما بيحصل الساكرويليتيس في مريض الصدفيه لسه متكلمين عنده بيبقى يونيلاترال على ناحيه واحده فقط. الصورة دي بتوضح شكل الانكلوزنج لما بيبدأ التحام الفقرات، ده الشكل الطبيعي واضح اهو، اما بيبدأ التحام الفقرات بتبدأ الرقبة تتجه للأمام، بيحصل فيه تكتيفة وساعات بنسميه مرض الإنسان الآلي أو الغوريلا، بيبقى الإنسان لما بيحصل التحام تام بيبدأ الإنسان حركته بتبقى طبعا متيبسة تماما، ده في مرض الانكلوزنج. طيب مرض الانكلوزنج المميز ليه زي ما قلنا اللي هو بيبدا بالام اسفل الظهر اللي هو التهاب المفصل العجزي الحركوفي، الالام دي بتزيد بالليل بتخلي العيان يصحى من النوم على صرخ جامد، ساعات بيقول بيفتكر انه مثلا التهاب في عرق النساء او اي حاجه من كده، لكن اللي بيميز بينهم ان هو لو انكلوزنج مع المشي الالم بيختفي لكن مع الراحه بيزيد، ده عكس بقى لو في اي التهاب في الفقرات او اي التهاب في عرق النساء. غير كده كمان ان الالم بيبقى مميز جدا في السن تحت 45 سنه، يعني مريض الانكلوزنج دايما يبقى سنه صغير، دي السمه المميزه لمرض الانكلوزنج اللي هو تيبس المفصلي التهاب الفقاري اللاصق او تيبس الفقرات المناعي. ان شاء الله الانكلوزنج يا جماعه سهل قوي. في حاجه بتجمعهم هما الاثنين الصدفيه المفصليه والانكلوزنج وكمان معاهم الانفلاماتوري باول اللي لسه قايلين عليها، بنسميهم الالتهاب الروماتيزمي الفقاري او الروماتويد السلبي. بيجي مع الانفلاماتوري باول، بيجي مع الانفلاماتوري باول نفس الساكرويليك انفلاميشن وعلى الناحيتين زي ما قلنا، لكن في الصدفيه المفصليه بيبقى على ناحيه واحده.
دول كلهم بنحطهم تحت مسمى الروماتويد السلبي أو الروماتيزم الفقاري. ليه؟ لأن دول بنفرقهم عن الروماتويد إن معامل الروماتويد الروماتويد فاكتور بيبقى نيجاتيف فيهم، لكن بيدخلوا العيادة بنفس الأعراض اللي هي ألام المفاصل، زي ما قلنا كلهم بيدخلوا بألام مفاصل في الأول، وبنميزهم عن بعض طبعا أكوردنج للكريتيريا. طبعا الدكتور هو اللي بيقدر يفرق الصفات. غير كده بيجمعهم إن دايما بيبقى معاهم معامل جيني، زي ما احنا قلنا دي معظمها بيبقى خلل وراثي أو جيني، دايما بيبقى معاهم معامل الجينات HLA-P27 positive. دي حاجة بتجمعهم، وده تحليل مشهور. يعني لو العيان داخل عليا مجمع الكريتيريا وأنا محتارة أشخصه، ده عملت الـ MRI أشعة رنين ومش لاقية sacroiliitis يعني non radiographic بس مجمع الأعراض، هعمل الـ HLA-P27 والله لو طلع positive بيبقى جايد معايا فعلا إن التشخيص صح، لكن لسه الساكروإليك الانفلاميشن ما ظهرش، وبالتالي ما ظهرش في أشعة الرنين. التهاب الموجود في مفصل الحوض لسه ما كانش ظهر بالظبط، بس في دلالات. عندي دلاله جينيه لقيت جين معين HLA-P27 ولقيت الاعراض والسن. طبعا كل واحد ليه سن معين، فبناء على الكرايتيريا، والكرايتيريا دي حطتها الجمعيه الروماتيزميه الامريكيه بناء على الكرايتيريا اللي هي حطاها، بنبدا نشخص الحاله. طيب هنيجي تاني الامراض الروماتيزميه مناعيه اخطر واشد، اللي هي مرض الذئبه الحمراء. مرض الذئبه الحمراء بالظبط ده من اخطر الامراض، لانه بيجي في الستات بنسبه 9 لـ1 بالمقارنه بالرجاله. هنلاقي ده شكل مميز جدا لمرض الذئبه الحمراء، ده شكل الفراشه الحمار اللي ظاهر على الوجه، بياخد الانف والخدين لكن بيبعد عن الحاجز ده اللي هو النيزوليبيال فولد، ما بيقربش ليه تماما. مرض الذئبه الحمراء زي ما قلنا بيصيب الستات اكتر من الرجاله بنسبه 9 لـ1، بيبقى سنهم صغير اللي هو سن الهرمونات او التبويض من 15 لـ45 سنه. خطورته طبعا ان عدم التشخيص المبكر اخطر حاجه في الحالات دي، ان اي واحد حاسس بالم في المفاصل قاعد ياخد مسكن وما بيروحش للدكتور وخلاص يعني اتعود على كده، فاهمال التشخيص او التشخيص في الحالات دي لو ما كانش مبكر الحاله بتتدهور بسرعه جدا. وطبعا الذئبه الاعراضها اللي بنخاف منها انها تدهور الحاله سريعا، اللي هي لما تاثر على الكلى او تاثر على الرئه او تاثر على الجهاز العصبي المركزي. هي ساعات بتدخل علينا حاله اللوبس بتبقى سطحيه جدا، اخده شكل الفراشه مع سقوط في الشعر مع تقرحات مميزه في اللثه مع الام المفاصل، لكن الاخطر لو دخلت علينا بعرض جهازي، يعني لو داخله بنشاط في الكلى او تدهور في صوره الدم مثلا، دي بتبقى من اخطر حالات الذئبه الحمراء. وبيبقى ليها طبعا شكل مميز، زي ما قلنا بتبقى داخله العياده بنت صغيره، بتبقى طبعا بيسبقها حاجه معينه، زعلت زعله جامده، سخنت سخنيه جامده، بلاقي اهلها داخلين شايلينها، السن من 15 ل 45 سنه، مفاصل متورمه، الحمار على الجلد. بنبدا نعمل التحاليل المميزه اللي اهمها تحاليل المناعه الخاصه بالذئبه اللي هي الاي ان اي والانتي دي ان اي، اضافه لمعاملات مناعه ثانيه بنشخص بناء عليها حاله الذئبه الحمراء. تمام، نكمل دي العم الأمراض. دي العم الكبير، ده الكبير ده اخطر واحد لان تدهور الحاله مميت. تمام. طيب نكمل بقيه الامراض الروماتيزميه المناعيه. في مرض شهير جدا بنقول عليه باهس الديسيز او مرض بهجت. مرض بهجت ده دكتور تركي على فكره. تمام، بهجت خلوصي بهجت ده هو اللي مكتشف المرض، تركي فعلا. مرض بهجت ده برضو واحد من الامراض الروماتيزميه المناعيه اللي ناتجه عن خلل في جهاز المناعه، وبيجي العيان برضو بأعراض اضطراب في المفاصل، ألم في المفاصل، لكن الأشهر من ألام المفاصل بيجي معاه التقرحات اللي احنا شايفينها في الفم دي، إضافة إلى تقرحات في الجهاز التناسلي في الخصيتين عند الراجل أو في الفاجينا في الستات، بيبقى معاه أوروجينيتال ألسريشن في المكانين مع بعض. كمان مرض بهجت بيبقى معاه حاجة مميزة جدا اللي هو الالتهاب القزحي، التهاب القزحي في العين اللي برضو لو ما اكتشفناهوش مبكرا وتم علاجه قد يؤدي إلى العمى. كمان مريض بهسة بيجي كمان بجلطات متكررة، وبتبقى خطورته طبعا لو المرض أثر على الجهاز العصبي المركزي والجلطات المتكررة مع إهمال حالة العين، ده بيؤدي إلى تدهور الحالة. عشان كده زي ما قلنا التشخيص المبكر مهم جدا في الحالات دي. ده بهجت. نروح بقى للسكليروديرما. نروح للسكليروديرما، تيبس الجلد. تيبس الجلد المناعي بالظبط، عرفتها عليك. تمام، ده ترجمة ترجمة حرفية. سكليروديرما والله العظيم، قعدنا ندرسها
سنين وهي تاب مشكلة حالات حالات للاسف بتبقى بتحزن جدا خطيره جدا، وخصوصا لو سيستميك. هي ممكن في نوعين، بيبقى لوكالايزد اخد الجلد ومعاه رينود في الاطراف، متلازمه رينود، وبياخد جلد الايد وجلد الوش، وساعات بيبقى ثابت لوكالايزد، ده شكل الايد تمام. وممكن يحصل زي ديجيتال ألسريشن، زي تقرحات بسيطه على الاطراف، ممكن تؤدي الى جانجرين في الاطراف، لكن خطورته ما يبقى سيستميك ويأثر. فده مش خطير. هو المنظر جنجرين خطير. يعني جنجرين في الاطراف غرغرينا في الاطراف ده برضه خطير. يعني لوكالايز يعني، بس هو بيسموه لوكالايز لانه بيجي في الجلد بالظبط، لكن ساعات بيجي في الجلد بيعمل حاجه غريبه قوي، بيخلي الوش تعبيراته تقل بالظبط. بيبقى شكل حتى الماوس البق بيصغر، بنسميه الفيش ماوس، كمان شكل نفس المنظر ده. يعني انا دايما حتى لما ابقى شاكه في العيانه طبق شمع بالظبط اقول لها وريني صورتك قبل وبعد، فعلا كده بتاكد فعلا انها مريضه سكليروديرما. نفسي يجيبوا صورة لنفس المريضة قبل. يا ريت المرة الجاية إن شاء الله نجيبها. مختلفة. بتبقى إنسانة تانية، وكلهم بيبقوا نفس الشكل في الآخر، يعني دي ممكن تكون كذا مريضة هتلاقيهم تحس إنهم توائم، كلهم بيبقوا نفس الشكل في الآخر. خطورة السكليروديرما أكتر إنها لما بتبقى سيستميك بتأثر على الرئة، بتعمل حاجتين مهمين، الانترستيشال بالمونري فايبروزيس اللي هو الالتهاب الرئوي المنتشر، أو البالمونري هايبرتنشن كمان، ده بيبقى خطر جدا اللي هو ارتفاع ضغط الدم الرئوي الوريدي، والحالات دي بتبقى الشريان الوريدي، والحالات دي بتبقى قاتلة طبعا ومميتة، وكل مشكلتها طبعا انها ما تشخصتش صح من الاول. التشخيص المبكر مهم جدا في كل الامراض. الجهاز الهضمي طبعا بتعمل ضيق في المريء، العين مش قادر يبلع، فدي بتبقى حاجة صعبة جدا. يعني دي السكليروديرما المزعجة بالظبط. يعني السكليروديرما ممكن تيجي برضه تأثر على الكلى على فكرة. يعني بتأثر على الكلى، بس يمكن دي بقت حالات نادرة اللي هي الرينال كرايسيس اللي بيحصل معاها، لان طبعا يعني دلوقتي بقينا بندي الاسي انهبيتور من البدايه وبنتابع العيان وفي تشخيص مبكر، بس القصه كلها ان ساعات الاهمال بيكون من العيان نفسه. اخطر حاجه في الامراض الروماتيزميه المناعيه دي ان العيان يوقف العلاج. هي امراض مزمنه، ودايما اقول للعيان ده مرض مزمن زي الضغط او السكر. هل عمرك شفت مريض ضغط او سكر حتى لو قام الصبح قاس الضغط او السكر لقى مظبوط بياخد الدواء؟ فدايما اقول للعيان كده ان انت زيك زي مريض الضغط او السكر، مهما تحسنت التزم بالعلاج. بس للاسف الثقافه دي غير موجوده، اول ما يحس انه اتحسن، مفاصله اتحركت، الجلد بقى لين شويه، بيوقف العلاج، وده اللي بيعمل تدهور الحاله وبيحول الحاله من حاله بسيطه لحاله خطيره. طبعا كلمه تدهور كلمه مخيفه عندكم بالظبط. يعني احنا اعتقد عندنا صور لكلمه تدهور. تمام. كلمه تدهور معناها انه ترك العلاج ولا انه الحاله فعلا اقوى من العلاج؟ تمام، الاثنين مع بعض، ممكن يكونوا الاثنين مع بعض. يعني مثلا هنتكلم عن حاله زي روماتويد. الروماتويد على طول العيان اول ما يحس انه اتحسن مهما الطبيب قال بيوقف العلاج، بيخلي بعد كده الهجمات اللي بتيجي المتتاليه للمرض، الهجوم بتاعه بيبقى عنيف، حتى لو جيت تدي الادويه الاستجابه بتبقى اقل او ابطا، وبيخليه عرضه لتاكل المفاصل وتشوه المفاصل بصوره اسرع. ده شكل النرديفيشن مع سواك نيك ديفورميتي بالظبط بالظبط. دي حاله متدهوره جدا، بيبقى عامل صبعه في الاخر عامل زي رقبه البجعه بالظبط. هو ده السواك نيك ديفورميتي. دي شكل ايد فعلا لعيان قد يكون اهمل العلاج، قد يكون في سبب تاني غير اهمال العلاج. يعني لو جينا ان الروماتويد، احنا الروماتويد برضو نسبه الستات للرجاله اعلى من 3 لـ1، لكن لما بيجي في الراجل المدخن اللي عنده معاملات الجينات بوزيتيف زي الانتي سي سي بي اللي هو معامل الجين بوزيتيف، يبقى مدخن ومعامل جيني بوزيتيف، المرض عنده بيبقى اجريسيف جدا عنيف. ساعات بتدي العلاج وبرضه يحصل تدهورات مفصليه، ده في الرجاله المدخنين بشراهه. والتدخين بانواعه، السجاير والشيشه، اي نوع من انواع التدخين بينشط المرض وبيخليه شرس ويؤدي الى تدهورات بالظبط طبعا. بيخليه طبعا يحصل تدهور بالصوره اللي احنا شفناها. غير كده طبعا حالات الانكلوزنج التدهور فيها زي ما قلنا بيبدا انحناء خطير. انحناء ممكن العيان خلاص طوله يقصر خالص وتحس ان رقبته هتلمس الارض وهو ماشي. وبتبقى برضو القصه دي ساعات العيان، الثقافه عند العيان، يعني عشان كده احنا بنوعي العيان في البرامج الطبيه ان الثقافه مهمه جدا بالامراض. ساعات العيان تقول له انت عندك انكلوزنج، يقول انا عندي وجع في ظهري وخلاص، ايه الافلام اللي هم بيقولوا عليها دي؟ يحس انت يعني بتكبر له الموضوع. لا، ما الساكرو إلياتس باينه في الاشعه. ساعات حتى
الاتش ال اي بي 27 بيبقى باين كمان. طيب اسمع كلام الدكتور، لا هو خلاص عنده يعني المينتاليتي خلاص، انا ظهري واجعني اخدت مسكن وخلاص. للاسف يعني الثقافه لازم تتغير، لازم العيان يثق في كلام الدكتور ويثق في التشخيص عشان يحمي نفسه، لان التشخيص المبكر مهم جدا في الامراض الروماتيزميه المناعيه. تيبس المفاصل ده بيبقى ساعات معاه ارتجاع في الصمام الاورطي كمان. دي من يعني هو ده السيستميك، يعني بعد ما يحصل الحاله بتقعد في الجسم فتره طويله اكتر من 10 ل 15 سنه، او لو حاله عنيفه بدءا من الاول بمعاملات جينات عاليه وفي عامل وراثي، بتبدا تاثر على اجهزه الجسم المختلفه مع المفاصل. ونعمل الاشعه نلاقي البامبو لايك ابييرنس في الفيرتبرال كولم، لقيت العمود الفقري مميز او عامل زي البامبو، متقسم زي قصب البامبو بالظبط. ده في الانكلوزنج فعلا، في الانكلوزنج البامبو سباين. الاسترويد الكورتيزون دوره ايه دلوقتي في التعامل؟ الاسترويد ده اساسي في معظم الامراض، اهمهم طبعا الذئبه الحمراء. دوره كمثبط مناعي مهم جدا، لانه بيقلل نشاط الخلايا المناعيه المسؤوله عن نشاط الحاله. فبنبدأ بجرعات عالية في عيانين زي عيانين اللوبس، وبعد كده وإحنا بنعمل ويزدرول وإحنا بنقللها بندي طبعا معاها مثبطات للمناعة، لكن ده الجرعة العالية في اللوبس. لكن في الأمراض التانية زي روماتويد بدي جرعات قليلة ما بتتعداش 5 ميلي جرام يوميا، لكن اللوبس ممكن أدي 20-40 جرعات عالية قوي. طبعا هي طبعا الناس كلها عندها فوبيا من الاسترويد بالكورتيزون، واول حاجه العيان بيجي، وطبعا دي مستحيل في روشته الدكتور روماتيزم يجي يقول ما تكتبليش كورتيزون، انا بقول او بسكت يعني هرد اقول ايه، بس مهما فهمتهم ان ده مهم في علاج الحاله هم مستوعبين ان الكورتيزون لا، بس طبعا ده ليه دور اساسي رقم واحد في علاج الامراض الروماتيزميه المناعيه لانه مثبط مناعي. الخوف منه طبعا قد ايه ان هو بيبقى ليه دور في هشاشه العظم، فبندي سبورتيف معاه كالسيوم مع فيتامين دي، خاصة في عيانين اللوبس عشان بياخدوه بجرعات عالية على المدى الطويل، فبنعمل فولو أب كل فترة، بنعمل ديكسا مقياس هشاشة عظم، وبنشوف العيان فعلا محتاج علاج هشاشة ولا السابلمنت بالكالسيوم والفيتامين دي اللي احنا بنديه كافي. لا، مثبطات المناعة بقى بعد الكورتيزون بيبقى دور مثبطات المناعة بتختلف من مرض لآخر. الروماتويد بقى البحر واسع، لان طبعا بدأ بعد الادويه البيولوجيه التقليديه المثبطه للمناعه زي حقن الميثوتريكسيت الصفراء وزي ماده الليفلوناميد، بدانا نتجه للادويه البيولوجيه. الادويه البيولوجيه الحديثه في الروماتويد المفصلي عملت طفره في علاج الروماتويد. يعني احنا لو جينا ندور ورا الروماتويد هنلاقي ان جهاز المناعه في الاساس بيفرز مواد طبيعيه زي ما قلنا في الاول السيتوكاينز بكميات معينه. جاف روماتويد نتيجة الخلل المناعي بقى بيفرزها بكميات أعلى من معدلها بكتير، فكان دور العلاج البيولوجي إنه يقلل كميات المواد المفرزة دي. طيب غير كده إنه لو في تدهور للحالة بيمنع الحالة من التدهور وبيمنع تآكل المفاصل مع تقدم السن. هو طبعا مشكلته الوحيدة حاليا في السوق المصري السعر، هو سعره غالي جدا، بس هو نازل بأشكال متنوعة، في حقن تحت الجلد، حقن بتتعلق في الوريد، وأحدث حاجة اللي نازل السوق تقريبا بقى لها شهر الأقراص البيولوجية في مريض الروماتويد اللي هو قرص واحد يوميا بيغني عن أي أدوية للروماتويد. بس ايه، بس جمعية الروماتيزم الأمريكية ادتنا في التعليمات بتاعتها ما نبدأش بالبيولوجيك على طول، لازم أبدأ بالأوردينري ديماردز الأدوية التقليدية، ولو فيلد واحد بزود التاني بدي نوعين تقليديين، لو العيان ما استجابش للاثنين التقليديين ببدأ أنقل للأدوية البيولوجية على طول. أنا منتظر زيارتك القادمة على أحر من البيت. وأنا كمان إن شاء الله. جدا جدا، وخصوصا أسلوب سردك وحكايتك أسلوب جميل جدا. ربنا يخليك يا دكتور أيمن، ميرسي. رائع كده وراقي، ويعني إيه، أنا مستمتعة قوي والله. أنا اللي استمتعت بالاستماع ليكي وأسلوب جميل كده. ربنا يخليك. بتفكريني بالجيل الإذاعي، يعني كانوا جمال. ميرسي يا دكتور. اللي هو حكاية، أنت عارفة حكايات أبلة فضيلة. أبلة فضيلة تقريباً. ميرسي يا دكتور، ميرسي يا دكتور ايمن، ميرسي فرصه سعيده. ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره شيماء احمد عويله، استشاري الامراض الروماتيزميه وسعاده الدكتوراه الامراض الروماتيزميه المناعيه الاكلينيكيه بكليه الطب قصر العيني، عضو جمعيه الروماتيزم الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لامراض المفاصل والروماتيزم. ضيفتي كانت في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. هل الامساك فعلا خطر للدرجه دي؟ طبعا الامساك ممكن يجيب بواسير، ممكن يجيب شرخ شرجي. الامساك المزمن ده ممكن برضو يؤدي لحدوث اورام في القولون او في المستقيم. الفتره بتاعت التسعينات ديت لحد 2010 تقريبا، دي فتره احنا مغتربين فيها، دي مش بلدنا، مش احنا، ده ما حدش بيتحرك، دي كارثه.
فبدات بقى الناس بدات بقى تفكر بقى في القصه دي، تخش مثلا الجيم تلاقي مثلا ايه ده الجيم مليان على اخره، شغال من الصبح بيخلص الساعه مثلا 4 الفجر 5 الفجر شغالين، طالما عندك ماسور واحنا شخصناه اعمل العمليه ضروري، لازم تعمل عمليه ضروري.